حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل عليه وآله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. اللهم صل على سيدنا محمد وآله. يا ربي صل عليه وآله وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بنا يا الله بنا يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بك يا الله بك يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بك يا الله بك يا الله بحسن الخاتمة. سبحانك ربنا وبحمدك اللهم لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت وعلى الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أزواجه وذريته، كأن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويوفقنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة، ويجعلنا من نسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على بلادهم ويعزنا بالسفرات بخير ولطف وعافية. ثم إلى أرواحه الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسن المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسن البكي المقدم محمد بن علي بن علي وسن المغفور ما ثم الهكوكيم عليهم أجمعين. ثم إلى روح الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الأطلس بن صيب الرادي بن حبيب عمر بن عبد الرحمن الأطلس وإخواني زين أجل بن عبد الرحمن وعبد الله بن عبد الرحمن صالح بن عبد الرحمن سيرين حبيب حسين بن عمر الأطلس وإخواني الجميع سيرين حبيب حسين بن عمر الأطلس وإخواني الجميع سيرين علي بن حسن الأطلس شهر الدرتيب والشيخ علي بن عبد الله بارة شهر الدرتيب أيضاً وصلي مبر مال دربي وجم الآخرين أنزلين عمر والذين به المنتسبين إلى جميع أوطار الأرض أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرار وأنوار علومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواحي ثم إلى أرواحي ثم إلى روحي والدينا ومشيخنا ومعلمنا ذوي الحقوق.